Aló, 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 aló. عايز ايه يا بابا بقى؟ هو انا كل شويه اجي لك كل شويه طلبات 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 في ايه؟ أنا عايز كوباية مية وأكل يا نوح. عايز كوبايه ميه واكل يا نوح يا نوح يا نوح يا نوح 4 مرات بتقولها في اليوم يا نوح يا نوح يا نوح يا خلاص نوح. يا نوح، أنا آخر تربيتي فيك يا نوح، أنا هروح طالب سنين. روح يا جدي، روح يا ابويا بقى، ده انا زهقت منك. أنا معاك، أنا اللي متعمل في أبوك كده، أنا اللي ربيتك ساعة ما الحمى ماتت. وانا مالي انا بقى يا جدي مرحومه مش مرحوم بقى، انا ماليش دعوه الكلام ده، انت انا عايزه اقعد ادردش على التليفون ده. شايف التليفون ده ولعنا كمان. حرام عليك يا روح، انت هتاخدي ذنب في السيئات اللي انت بتعمليها دي يا روح. ذنب ايه وانا بعمل ايه؟ اللي انا كل شويه اروح المطبخ واجي من الحمام ادخلك الحمام ادخلك المطبخ تعمل اكل، اروح انا اعمل لك الاكل اجيب لك الاكل اودي الاكل اجيب لك صابون ميه تمسح ايدك ايه؟ أنا أبوك يا نور عجوز، عجوز. اه مش عجوز. هموت فاخر سنة ونص. نفسك تموت؟ اه موت ريحني منك. أنا آخر تربيتي فيك يا نور، آخر تربيتي فيك يا نور. الحظ والله نعم الوكيل، الحظ حاسب براحتك، انا ماليش دعوة يا بابا يا بابا. لو كنت بقى الشيطان هو اللي بيوسوس لك، انت ما تعمليش ولا حتى ايمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. يا نوح يا نوح. أيوة يا بابا يا حبيبي. أنا عايز كوباية مية. عيني عندي قبل عندي، تمر بحاجة تانية؟ لا يا نوح. ماشي. ربنا يهديك يا نوح، ربنا يصحى لك يا نور يا رب يا نور. تمام بحاجة تانية؟ أتعبك يا نور معايا يا نور؟ لا يا حبيبي تعبك راحة. شكرا يا نور، يا رب يا رب. جاء رجل إلى رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم